تنازل عن مستحقاته اللي بتوصل لمليون جنيه، وبالتالي ولكن خلال الجلسة تم تهديد دومينيك ان لو اطلق اي تصريحات ضد الجهاز الفني الحالي او ضد النادي الاهلي بصفة عامة، البطاقة الدولية مش هتبعت له لاي نادي هيروح. ده نص كلام هادي خشبة المنسق العام لدومينيك النهاردة في الجلسة الثنائية اللي جمعت دومينيك وهادي خشبة، كان فيها بيتنازل اللاعب عن مستحقاته بشكل رسمي. اتقال لان دومينيك يعني طلع تصريحات قال ان انا ما بعترفش فيها باي مدرب درب النادي الاهلي خلال الفتره اللي انا كنت موجود فيها غير بمانويل جوزيه بس. دومينيك قال كده. دومينيك قال كده، وبالتالي دوت ازعج المسؤولين في النادي الاهلي، وخلى هادي خشبه النهارده يقول له لو استمريت في تصريحاتك ضد النادي الاهلي مش هنبعت لك البطاقه الدوليه لاي نادي. استاذ احمد، يعني النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه ضم موسى ايدان اللاعب البوركيني اللي هو جاي من القطن الكاميروني، احمد رؤوف وعود